أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيره الألباني إيجلي حساني تناول تطورات الأزمة في قطاع غزة وأكد شكري على تعويل مصر على دور ألبانيا في ضوء عضويتها الحالية في مجلس الأمن في دعم مبادرات وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة وتحقيق النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية من جانبه أربى وزير خارجيه البانيا عن تقديره لجهود مصر لاحتواء الازمه والحد من تداعياتها وكذلك من دورها في الوصول لاتفاق الهنه الانسانيه الحالي بقطاع غزه